حديث تيهر كيسة لغضة في موسيقى حكومة ديسي أو تي برعال لغضة في أو تي عير قابل لغضة في أو لغضة في وايي تي لأسعان لغضة في وايي هل كائن كتشوتي يا أحايد حبض إن تدخلوا أذيك سدم ميحي إذا ما دين لغضة القادة وايي يعني لغو كيبي قبين مدحوري كده بين دون مجرى السنة مها يعني لغو كيبي قبين حبض هر لأي العرات هر لأخذ بالعبطة عصب يعني لغو كيبي قبين أنا أقول أباندولا من هالمركا قال كعيان شو وقروا وانت جي سيف عنا وانو لسه عدي مركي خوش هسوي لعيسي أنا قرون تبتم يا صدق أنا الأس أنتها إما أنت سوما لا أم ملاحظة اللي بطلع لاس عمك تهجرنا يجوا ما تطول فديا يجين كم ملاحظة وحوي مخلقتها هو قبل جي جهري مخلقتها هو قبل جهري ودي استوى ملينا يا غير سولارتها شركة برعو si miisaan leh ay uga soo qayb galeen dadkan yiraahda kama aan qayb gelin run ma aha wadadan goob joog ahayn ragan hadda madaxda mas'uuliyiinta garaadada ah ama abihi ba joogay ama walaalkii ka weyn ba joogay inta hadda joogay inaan cid ka joogin ba filay ragii ka waaweynay ba joogay si miisaan leh siyaasiyiintoodi yar Cali Khalifa ka hadlaya inaad dhageysato ma leeyahay in badan aad dhageysatay halka hal khalad baa dhacay oo saaxiibaday sameeyeen Muuse محمد كاهن سلامان تدحان بمعانيني وحوية مدة لي ربع وحلة تبناي طبعا شو بسكت سو سعتي مدة سو سعتي طبعا شو لا سعانو دود لهم بيحي لا بكون انت ضبطي بس سمال لان لو ريحتي حوك كل ما يوريجن ديغانك اي خاتي كتشوك سدي بون لان يا امام الحمد ودي خاتي كتشوك سدي انا ابان دولا من هامركا قال كعيان شو بي وقروا وانت جي سيف عنا وانو لسه عدي مركي خوش هسوي لا عيسي يا غير اللي كاها أوكي شركة برعانة سيبو حو كان أيو شو بي أدرى تبص على هاي على خليف قليل مثل هذا قرش أي سري اسمع أحمد سمع أحمد سمع سمع تري ودين بشرتها سومالي لاند لو ذلي حي ولوغودا قنعسني هي ولوغودا الدفاعي انا سمعنا لو بهن مشروع صوح بلوضي اللي سيلايو هشيس بانا لقي قاري نب ايا لقي قاري لقي سيلايو موسى يا محمد كاهن مركب مضح بيها ينو حزب الحاكم كم راح كان قدمي كحرين بيها ينو سلابا هل قد يوتشوك يوتشوك مركي سيلايو ماشي وقبحين موسى يميو قدومي هنا وهي مدحولين وياه محمد كه مقدومي كون كنا وياه يعني محام كل هذا وزير كل محام كل هذا كوادنا وياه وأول طبعنا داخلي جاه هل قالوا واحد طبعا واحد تبيع وحي لالق علي محام كل علي خليفة إياه محام كل إياه خاتم الله لالق علي لما يسترها وحزاب المعارض كونا أي أيام السبوع هذا أي قيد وقيد هاي صدق هذا الحزبي صدق الحزب قرر هي حكومة دبا سب واحدة يقول يا شباب أيه لقوق على حسنا مركي سلام مش كم بحاي أيه موسى مش سوا فلسطين إنه هوش هالك كوضع يعني ما يدعي موسى واسط مني مش كل الدو هالك أي كسب لها من طي أي كقل واحد يرتوى هالك أوكي وليه رأس الله وليه رأس الله طبعا شدي مركي يسكد بطي يسكد بطي يسكد بطي هل كي كمي أم بقاديني هل كي كمي أم بقاديني محام كورا إيقونا وحباك اللحظة إيقنا وحباك اللحظة إيقنا وحي دعينا الله سعانو تخدعينا هرقيسان أبو خدعي برعان أبو خدعي عرقارنا أبو خدعي حديثتي هرقيسة لغو ضعفي موسيقى حكومة ديسي أو تي برعال لغو ضعفي أو تي عير قابل لغو ضعفي أو لغو ضعفي وايي تي لاسعان لغو ضعفي وايي هل كائن كتشوتي يأي أحايد حبض إن تدخلوا أذيك سدم ميحي إذا ما دين لغا دول قادة وايي وضع هذا الإن لغو ضقلوا وايي قرشي علي خليفة السعلي وايي إساسي وحو مضحاني كل يوم جرمحان كور هذا حقلتو سي هشي اسمه لغا دولد
انت سو جيد بوزيرها هادن حزب بولها ما خا كوراي سو بخي مدخوينو ترتمايي قدان ان وحي احيدون دينعي خاتم ان هوشيدي لميستر اي احد هادن هلكا وحا سو جيدني باقيا ان ايضا دول فديا حوق لسكم هيسن كرو ان حوق لنو هيسن وا ان عيد حوقكم هيسن كرو ciidan ka inta laga dul qaado wixii baaqday ee qorshihii khaatimo hor uga baaqday heshiiska lagu ahaa iyo wixii cusub lagu darayaba iyo wixii lagu kordhinayaba in halkaas maxaan qoraday arag laga raadiyo oo aan xabad lagu raadin iyo dagaal lagu raadin marka la gaaro Soomaaliland lagu wada qanacsan yahay oo raalin laga wada yahayna waxa iman doonta oo loo gudbi doonaa سومان الذي سومالي إن تبنى حد ولا خل الله من كلام سومالي لأن أم ديسن هي سومالي إن ولا خل الله من كلام هل خاص بك إيه من كرتها في شدة سومالي أرن كذا ندم بينه من غندون أنا أقول أمس أنا من غندوني مد الوقرة تو إن من غندوني مد وح ومد السوماليات ومد كل يوم ما هي ما حان كره قوم يد السوماليات ملك استهاد شو تي وح قدرنا إلا جاد دون ما قي أسر أمنا inaanu ku gabagaboobin inaanu meel xun ku gabagaboobin musabbixi ina kaheen musabbixi madaxweyne asan ma ka dambayn doona ma jiro taasan aaminsanahay wax ma jiro ma sama ka dambayn doona asan m dhammaadkeedu inaanu noqonin inaynu ubadkii aynagu aan haddeen koono lay kuun awowga u ahayn inaynu xabad hor leh haddeen inaynu in u dhignay xabad hor leh haddeen cusub oo laga yaabay in meel xun ka dhacdo waxaa hadda laga hadlayo taroodi leeyahay diray leeyahay irro leeyahay wa meel aad iyo aad u liidato weeyay hadii halka dib loogu noqdo marka halgankii SNM yaan lagu gabagabeyn madaxweyne ka dambeyn doona ma jiro SNM ahe yaan lagu gabagabeyn xabad hor la iyo colaad hor la hadda bilaabato cusub yaan lagu gabagabeyn ee ha looga tago aayo fiican iyo dhaxal fiican ha looga tago waxaanu dhalay iyo waxay sii dhaleen ba maanta da shaqeynayay inta san eegana aan ku dhabtan biya saddex tan is antaha imanta Soomaaliland oo madaxda ee dhibaatada la socon ka taganayna iyagu maanta tuu fadhiya ay yihiin kuwa madaxdii ama arki xabad lagu deeyay xabad lagu xalin laha xabad weyn ma noqon saxbad xal ma noqon soo taariikh is dhamaayaan meel xun la dirtay ubad kan ay dhaleenayaan looga tagin xabad looga dagaal rabayaan looga tagin